بيكم في حلقة جديدة من مادة العلوم للصف الأول الإعدادي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قواعد توزيع الإلكترونات وقلنا بشكل نظري إلى حد ما. النهاردة بإذن الله في الحلقة دي هنتكلم بقى عن التوزيع العملي وتطبيقات على التوزيع العملي، إزاي ممكن يكون معايا ذرة أعرف أوزعها وأعرف عنها كل حاجة بالتفصيل من خلال التوزيع الإلكتروني. وفي الآخر هنقدر كمان نتعرف على الذرة، هل الذرة دي ينفع تدخل في تفاعل كيميائي ولا ما ينفعش وليه؟ يلا بينا نبدأ حلقتنا. يلا بينا نبتدي حلقتنا. قبل ما نتكلم عن ازاي هعمل توزيع وتطبيق فعلي للتوزيع الالكترونات، تعالوا كده راجع معاكم بسرعه على قواعد التوزيع اللي احنا قلنا عليها الحلقه اللي فاتت. اول قاعده قلنا عليها ايه يا سنه اولى؟ قلنا ان المستوى، كل مستوى ليه عدد محدد، انا مش هينفع احط فيه الكترونات بمزاجي. مثلا قلنا ان الكي اخره بيتوزع بكام؟ ب2 الكترون، ولكن ال والام والان اخرهم بيتوزعوا بكام؟ اخرهم 8، لكن ممكن نحط فيهم اقل من كده. بعد كده قلنا ان احنا دايما بنملى مستويات الاقل في الطاقه ثم الاعلى، يعني ما ينفعش املى الام والال فاضي، ما ينفعش املى مثلا ال والكي فاضي، لا نبتدي الاول نملى المستويات الاقل في الاعلى. وبعد كده حددنا عدد الالكترونات، قلنا بشكل نظري من خلال قاعده 2.2، وعرفنا يا سنه اولى ان الكي بيتشبع ب2 الكترون زي ما شايفين كده من خلال القانون دوت او القاعده دي، وعرفنا ان ال بيتوزع ب8 الكترونات، الام بكام؟ ها افتكروا معانا كده، برافو، ب18، واخيرا الان بيتوزع ب32، بتوزع فيه 32 الكترون. وعرفنا كمان ان القاعده دي انا ما ينفعش اطبقها على بقيه المستويات الثلاثه التانيين، يعني اول اربعه بس، بقيه السبعه لا، لان الذره بتكون في حاله عدم استقرار. واتفقنا ان مستوى الطاقه الخارجي لاي ذره ما بقدرش احمله باكتر من 8 الكترونات، ما عدا مين؟ ها افتكروا معايا كده من الحلقه اللي فاتت، ما عدا مستوى الطاقه كي هو اساسا بيتشبع وبيتحمل اخره 2 الكترون. تمام كده، تعالوا بقى ناخد تطبيقات على التوزيع الالكتروني. عايزين بقى ندخل جوه الموضوع ونوزع بشكل عملي. قبل ما نوزع بشكل عملي هتشوف كده فيديو صغير من بنك المعرفه بيجيب لي كده كام مثال لذرات وازاي بنوزع. يلا بينا نشوفه. كما درسنا من قبل فإن كل ذرة عنصر تحتوي على عدد محدد من الإلكترونات، وكذلك نعلم أن كل مستوى طاقة يحمل عددا محددا من الإلكترونات تبعا للعلاقة 2 نون تربيع. نأخذ هذين العنصرين ونحن نعرض التوزيع الإلكتروني لكل ذرة. نأخذ ذرة النيتروجين كمثال، حيث عدده الكتلي 14 والعدد الذري 7 وعدد البروتونات 7 وعدد الإلكترونات 7. لو أردنا توزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة طبقا للعلاقة 2 نون تربيع، فإن المستوى الأول كي يتشبع بإلكترونين، حيث حاصل ضرب 2 في 1 تربيع يساوي 2، فيتبقى لنا 5 إلكترونات يأخذها المستوى الثاني إل. هيا نأخذ مثالا آخر، ذرة الألومنيوم عددها الكتلي 27 والعدد الذري 13 وعدد البروتونات 13 وعدد الإلكترونات 13. كيف يمكننا توزيع الإلكترونات هنا مع تطبيق العلاقة 2 نون تربيع؟ نجد أن المستوى كي يتشبع بإلكترونين، يتبقى لنا 11 إلكترونا، وبالتالي فالمستوى الثاني إل يتشبع ب8 إلكترونات، حيث حاصل ضرب 2 في 2 تربيع يساوي 8، فيتبقى لنا 3 إلكترونات يأخذها المستوى الثالث M. هذه هي الطريقة لنعرف التوزيع الإلكتروني لأي ذرة. زي ما شفنا يا سنة أولى، وزع لي ذرة النيتروجين ووزع لي ذرة الألومنيوم، وزي ما شفنا برضو عمال يقول ايه طبقا لقاعدة 2.2. بس انا بفكركم تاني، احنا مش بنطبق قاعدة 2.2 بالشكل النظري اللي هو الان هنحط فيه 32 الكترون والال هحط فيه 18، لا احنا هنعمل ايه، او الام عفوا هنحط فيه 18، لا احنا زي ما اتفقنا هنوزع في الكي بحيث انها تتشبع او يكون اخرها في التحمل 2 الكترون، والام والام والان اخرهم يتحملوا ب8 الكترونات. تعالوا كده نشوف مع بعض مثال لذرة الصوديوم. ذرة الصوديوم يا شباب Na11-23، وجايب لك شكل النواة بتاعتها 12 و11. 12 طبعا المفروض تبقى ايه، موجب وسالب، عفوا يعني عن الغلطة دي، وال11 موجب،
يبقى أنا لو جاب لي سواء رمز الذرة تحت أو النواة بتاعتها فوق، أنا المفروض هعمل إيه؟ لو جاب لي رمز الذرة تحت إن إيه 11 23، إحنا اتفقنا الرقم اللي فوق ده العدد الكتلي، الرقم اللي تحت العدد الذري. أنا هوزع أنهي يا مس؟ هوزع العدد الصغير ولا العدد الكبير؟ هقول لك هو إحنا بنوزع إيه؟ بنوزع إلكترونات. اتفقنا إن عدد الإلكترونات السالبة هو هو عدد البروتونات الموجبة هو هو العدد الذري اللي هو مين؟ 11 ولا 23؟ برافو عليك، 11. يبقى احنا دايما لو جالي رمز العنصر بالمنظر ده هاخد الرقم اللي تحت اسفل يسار العنصر اللي هو العدد الذري وعدد الالكترونات وعدد البروتونات واوزعه. طيب لو جاب لي بقى النواه، ما جابليش الرمز ده وجاب لي النواه جواه زي ما احنا شايفين ذره الصوديوم 12 موجب وسالب وتحت 11 موجب، باخد مين؟ باخد المتعادل ولا الموجب؟ برافو عليك، وباخد الموجب اللي هو البروتونات 11. خلاص يبقى كده احنا اتفقنا على الجزئيه دي. تعالوا نشوف كده هنعمل ايه. الصوديوم معانا 11، المفروض اول مستوى طاقه بيقابلني في مستويات الطاقه بدايتها اللي هي اصغرها واقلها الكي. اتفقنا الكي بيتشبع بكام يا شباب؟ بيتشبع ب2. تعالوا نشوف كده اهو 2. خلي بالكم الشكل ده كده ده مستوى الطاقه، الاثنين اللي هما الدايرتين دول 2 الكترون، ممكن اكتبهم تحت كده 2 وممكن اعملهم دايرتين. طب امتى اعملهم؟ انت لو انت عايز تعملهم بالشكل ده مفيش مشكله، امتى اعمل كده واعمل كده؟ لو قال لي اكتب التوزيع الالكتروني لذره الصوديوم بس، يبقى هنكتب الارقام تحت. لو قال لي اكتب او ارسم اعمل رسم تخطيطي للتوزيع الالكتروني لذره الصوديوم، اه يبقى انت لازم تعمل له الالكترونات وتبينها له بالمنظر ده. يبقى اتفقنا اول مستوى طاقه كي هحط فيه 2 الكترون، يتبقى كام من 11؟ ها اخبار الرياضه معاكم ايه؟ يتبقى من 11 9. حلو قوي. هل المستوى اللي بعد الكي ال، هل ينفع احط في ال 9؟ ها افتكروا معايا احنا قلنا ال بيتحمل كام؟ اخره كام؟ اخره 8. ممكن احط اقل من 8 لكن مش ممكن احط اعلى من 8. يبقى برافو عليك، يبقى انا هحط كام؟ هحط 8. اصبح كده معايا كام يا سنه اولى؟ 2 و8 كام؟ 10. برافو عليكم. يتبقى لي كام من 11؟ 1. يبقى المستوى اللي بعده ام هيحط فيه 1. اه هنا ممكن كمان مش بس يسالني على التوزيع الالكتروني يا سنه اولى، ده ممكن يقول لي ايه؟ اكتب عدد مستويات الطاقه لذره الصوديوم. تعالوا نعد مع بعض كده 1 2 3، يبقى اقول له فيه 3 مستويات طاقه. ممكن يسالني يقول لي ايه؟ هو مستوى الطاقه كي بتاع الصوديوم فيه كام؟ في 2. برافو. هو مستوى ال اللي فيه كام؟ في 8. وممكن يسالني سؤال تاني يقول لي المستوى الخارجي لذره الصوديوم فيه كام الكترون؟ مستوى خارجي، احنا ما نعرفش الكلمة دي ولا نعرفه ان المستويات كي ال ام ان ايه الخارجي. قال لك المستوى الخارجي ده اللي هو اخر مستوى بعيد عن النواة. احنا عندنا هنا 3 مستويات، يبقى 1 2 3. اه يبقى هنا كده المستوى الخارجي اللي هو اخر مستوى خالص فيه كام الكترون يا سنة اولى؟ في 1. صح كده؟ يبقى هنا هقول له المستوى الطاقة الخارجي فيه الكترون 1 فقط، ويبقى كده ذرة الصوديوم عندها المستوى الاول، عندها المستوى الثاني، وعندها المستوى الثالث. تعالوا بقى ناخد كمان امثله تانية لذرات عناصر مختلفه علشان اطمن عليكم واعرف ان انتوا خلاص لو جات لكم اي ذره باي شكل وباي عدد ذري نعرف نوزعها. تعالوا نعمل الموضوع ده على الجلاس بورد، يلا بينا. يلا بينا مع بعض يا سنه اولى ناخد امثله لذرات مختلفه وتوزيعها الالكتروني عشان لو جالنا اي سؤال في التوزيع الالكتروني خلاص نبقى كده مظبطين ومقفلين. ممكن يديني السؤال ازاي؟ ممكن يقول لي مثلا عندي ذره زي ذره الليثيوم، ده الرمز الالكتروني. افتكروا ان كل ذره ليها رمز، ومفروض ان احنا نحفظ الرموز دي عشان كمان الترم الثاني ان شاء الله. وكاتب لي ان الرقم بتاعها كده فوق 7 وتحت 3. خلينا الاول نراجع مع بعض تاني سريعا، هو انا هوزع انهي رقم اللي تحت ولا اللي فوق؟ ها افتكروا معايا ان انا قلت لكم ان العدد الكتلي هو رقم 7 اللي فوق والعدد الذري بيبقى تحت. انا بوزع الكترونات، يعني عدد ذري يعني بروتونات يعني الكترونات، يبقى انا دايما لازم هوزع الرقم اللي تحت اللي هو العدد الذري او الالكترونات يا بنات يا شباب. طب هعمل ايه؟ هعمل كده اول حاجه مستوى طاقه اول اللي هو الكي، وافتكر هو الكي بيتشبع بكام؟ بيتشبع ب2 الكترون. حلو، انا معايا 3 خدت منهم 2، يتبقى كام؟ شغل رياضه بسيطه خالص، يتبقى مني عندي الكترون. اه بما ان احنا قلنا كي يا سنه اولى بيتحمل اقصى حاجه فيه 2، مش هينفع احط الثلاثه على بعض، فيبقى اروح جايب كده المستوى الثاني اللي هو ال واحط فيه 1.
سهل التوزيع، احنا كده عملنا توزيع الكتروني لذره الليثيوم. ممكن يقول لي ايه زي ما قلت قبل كده، يقول لي هو الليثيوم عنده كام مستوى طاقه؟ هنقول عنده 2. طب الليثيوم المستوى الخارجي ليه في كام في كام الكترون؟ هقول له 1. طب ممكن يسالني حاجه تانية مس؟ ممكن يقول لك اكتب الرسم التخطيطي للتوزيع الالكتروني للليثيوم. اول ما يقول لي الرسم التخطيطي يعني بيقول لي ارسم لي النواه وارسم لي الالكترونات بتاعتها. فنروح نعمل كده، اي ذره احنا اتفقنا دايما بيبقى ليها نواه، هنفترض ان دي نواه الليثيوم. نواه الليثيوم بيبقى فيها ايه؟ فيها اعداد موجبه واعداد متعادله. الموجب اللي هو البروتونات اللي هو العدد الذري اللي هو الالكترونات، فنحط هنا الثلاثه. طبعا انتوا مش مطالبين ان انتوا تكتبوا بالتفصيل كده، انا بس عشان يبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. المتعادل اللي هو النيترونات، بجيبها ازاي؟ بطرح العدد الكتلي، العدد الذري من العدد الكتلي، 7 ناقص 3 هيساوي 4. تمام. طيب واعمل ايه كمان؟ واشوف هو انا عندي كام مستوى طاقه؟ عندي 2 كي وال، يبقى هرسم كل مستوى بقى بعمله بشكل دايره. اروح رسمه كده دايره اهي اولى، وبعدين دايره تانية. تمام. واشوف هو المستوى الاول الكي كان فيه كام الكترون؟ 2 الكترون. اروح عامله دايرتين، كاني بقول النقطه او الدايرتين دول او النقطتين دول بيمثلوا الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الكي. طيب والمستوى ال فيه كام الكترون؟ في 1. اروح رسم كده 1. كده احنا عملنا توزيع الكتروني عادي وعملنا رسم تخطيطي لذره الليثيوم. اعتقد كده ان مفيش اي مشكله لو سالنا اي سؤال فيها. تعالوا ناخد كمان مثال لذره اكبر شويه. هفترض مثلا ان هو مديني دايره كده، مش مديني بقى رمز ذره، بيقول لي الذره دي بالمنظر ده. اكتب التوزيع الالكتروني للذره دي. الذره دي بالمناسبه اسمها ذره الكلور. طب انا عشان اعمل توزيع الكتروني عيني على الايه؟ على الموجب ولا المتعادل؟ احنا اتفقنا من شويه عيني على الموجب اللي هي عدد البروتونات، اللي هي عدد الالكترونات، اللي هي العدد الذري، واوزعها عادي جدا. اول حاجه قلنا هنعمل ايه؟ هروح عامله مستوى طاقه واحد اللي هو الكي، واشوف يا جماعه هو مستوى الطاقه الكي بيتشبع بكام الكترون؟ 2. برافو عليكم، حلو قوي. 2 يتبقى لي كام؟ 17. ها يتبقى لي 15. تمام. اروح عامله مستوى الطاقه الثاني ال، هو ال اللي بيتشبع بكام؟ ب8. برافو عليكم، اهو كده انا عملت مستويين طاقه. تعالوا نجمع كده 2 و8 10، يتبقى لي كام؟ 17 يا سنه اولى، يتبقى لي 7. برافو عليكم، اللي هو كي ال ام، واروح كاتبه 7. كده انا عملت التوزيع الالكتروني لذره الكلور. وبرده ممكن يسالني هي ذره الكلور عندها كام مستوى طاقه؟ هقول له 3. 1 2 3. هي ذره الكلور عدد الالكترونات في المستوى الخارجي بتاعها كام؟ هقول له 7، عشان مستوى خارجي عيني دايما على ايه؟ على اخر مستوى بعيد عن النواه، ده الغلاف الخارجي للنواه. تمام. تعالوا كمان ناخد مثال اخير لذره اكبر شويه. هنفرض ان انا معايا ذره الكالسيوم. نفصل كده عشان الدنيا تبقى ايه؟ تبقى واضحه. الكالسيوم بيقول لي ان الرقم اللي فوق 40 والرقم اللي تحت 20، اتفقنا خلاص. احنا بنوزع العدد الكتلي ولا العدد الذري؟ الذري. برافو عليك، قول له هو 20. تعالوا نوزع. اول مستوى اروح رسمه واكتب ان هو كي. هو انا بكتب كي ليه؟ علشان يبقى الاجابه بتاعتي نموذجيه، وكمان ابقى مفكره نفسي وعارفه ان كي بعدها ايه اللي بعدها ام، عشان ما اتلخبطش وما احطش حاجه قبل حاجه. الكي وقلنا بيتشبع ب2 الكترون. تمام. بعد كده انا عندي رقم كبير بقى خلاص، فايه مش هحطه كله، فيبقى دايما كي وبعديها ال، ما دام في رقم كبير 20 يعتبر رقم كبير للذره. بعديها ال بيتشبع ب8، وابتدي اجمع 2 و8 كام يا شباب؟ 2 و8 10، يتبقى لي كام ال 20؟ 10. خلاص يبقى انا هحط كده ام واكتب 10. ها هل الكلام ده مظبوط؟ لا لا يا ميس هبة، انت قلتي في اول الحلقة ان المستوى الالكتروني بيتشبع بكام؟ اخره كام؟ اخره 8. اخره كام؟ 8. يبقى انا هشيل العشرة دي كده واحط بدلها 8، وابتدي اجمع 2 و8 10. 8 و10 و8 18، يتبقى لي كام من 20؟ 2. برافو،
وحط ان وحط هنا 2. يبقى كده ذره الكالسيوم عشان عددها الذري كبير شويه، عدد الكترونتها كبير، عندها 4 مستويات طاقه، والمستوى الخارجي فيه 2 الكترون. يبقى احنا كده خدنا مثال لذره صغيره زي الليثيوم عندها 2 مستويين بس، وذره زي الكلور عندها 3، وذره زي الكالسيوم عندها 4. اهم حاجه باكد عليكم يا شباب ان المستوى ما يكونش فيه اكتر من 8، ما ينفعش احط فيه 9، ما ينفعش احط فيه 10، ما ينفعش احط فيه 11، وان لازم ان احنا نرتب المستويات كده من الاقل للاكبر، كي ال ام ان الاخر. طبعا احنا اخرنا ان عشان في التوزيع الالكتروني بنوزع بس لحد مستوى الطاقه ان. احنا كده خلصنا التوزيع الالكتروني وعرفنا بنوزع الذرات المختلفه ازاي. يلا بينا نروح نكمل بقيه حلقتنا. يلا بينا نكمل حلقتنا، ودلوقتي هنتكلم عن جزء مهم قوي، وهو بيتكلم على النشاط الكيميائي للعناصر والذرات. هل التوزيع الالكتروني له علاقه بالنشاط الكيميائي؟ هل التوزيع الالكتروني وعدد الالكترونات الموجوده في المستوى الخارجي له علاقه بان الذره تدخل تفاعل كيميائي او ما تدخلش؟ تعالوا نشوف كده فيديو صغير من بنك المعرفه ونرجع نكمل كلامنا. إذا كانت الذرة تمتلك أقل من 8 الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، فهي تعتبر ذرة نشطة كيميائيا مثل ذرة الهيدروجين، حيث يوجد بها إلكترون واحد فقط في مستوى الطاقة الخارجي. بينما إذا كانت الذرة تمتلك بالضبط 8 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، فهي تعتبر غير نشطة، أي خاملة، عدا ذرة الهيليوم التي تمتلك إلكترونين فقط في مستوى الطاقة الخارجي. نتيجة لعدم اكتمال مستوى الطاقة الخارجي، تدخل الذرات النشطة في التفاعل الكيميائي مع ذرة أو ذرات أخرى، وتكون جزيئاً في حالة استقرار، وذلك إما بفقد أو اكتساب أو حتى المشاركة بإلكترونات. وعلى العكس، فإن الذرات الخاملة لا تدخل في التفاعل الكيميائي في الظروف العادية، نظراً لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي لها بالإلكترونات. من أمثلة الذرات النشطة الكربون، الأكسجين، والنيتروجين، بينما من أمثلة الغازات الخاملة الهيليوم والنيون والأرجون. زي ما شفنا يا شباب في الفيديو، إن الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن عدد الإلكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الخارجي للذرة هو اللي بيتحكم في دخول الذرة في التفاعل الكيميائي من عدمه. يعني إيه برضو؟ عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي قسم لي العناصر أو صنفها لي نوعين، لا إما عناصر نشطة لا إما عناصر خاملة. كلمة نشط يعني بيدخل بيتفاعل بيتحرك، في كده في شغل، في حاجة بتحصل. كلمة خامل يعني إيه؟ يعني في هدوء، في سكون، مفيش حركة، مفيش تفاعل. طب إيه هي العناصر النشطة؟ عشان ده ممكن كمان يكون مصطلح علمي ويجينا. قالك العناصر النشطة هي عناصر بتحتوي ذراتها على أقل من 8 إلكترونات ككل، لا مش كعدد ذري، في مستوى الطاقة الخارجي الأخير. يعني أنا عيني على مستوى الطاقة الخارجي الأخير، لو الذرة دي أقل من 8 إلكترونات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، بقول على الذرة دي ذرة نشطة. ليه؟ الذرة دي أو الذرات عامة والعناصر هدفها إنها تكون في حالة استقرار. يعني إيه استقرار؟ يعني المستوى الخارجي فيه 8 إلكترونات والدنيا مستقرة. الذرات بقى يعني والعناصر اللي أقل من 8 إلكترونات بتبقى في عدم استقرار، كل عنصر نفسه يكمل 8، يعني لو عنده 6 عايز يدخل في تفاعل كيميائي ويكتسب 2 أو يشارك ب2 علشان يبقى مكتمل. لو عنده مثلا 7 يبقى ناقصه مثلا الكترون يدخل في تفاعل كيميائي عشان يكتمل وياخد الكترون يستلف من ذره ثانيه ولا حاجه الكترون، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في الترم الثاني عشان يبقى ذره مكتمله. فالاصل الاكتمال، وعدم الاصل اللي هو ايه؟ عدم الاكتمال. يعني الذره النشطه دي بتدخل في تفاعل كيميائي عشان تكمل مستويات الالكترون بتاعها الخارجي. يبقى العناصر النشطه سنه اولى عناصر مستوى الطاقه الخارجي، دايما عيني على مستوى الطاقه الخارجي اقل من 8. بينما ذرة العناصر الخاملة بقى، العناصر الخاملة أو بيسموها النبيلة، نبيلة ليه؟ لأن هي كده يعني عناصر ملكية شوية، المستوى الخارجي بتاعها دايما مكتمل ب8، خلاص تقعد تحط رجل على رجل وتقول لك أنا أدخل في تفاعل كيميائي ليه؟ أنا أتعب نفسي ليه؟ أنا أصلا في حالة اكتمال وذراتي مكتملة والدنيا تمام زي الفل. طبعا إحنا ممكن عادي العلماء يدخلوا العناصر دي في تفاعلات كيميائية بس بظروف وضغط وعناصر حفازة وموال كده كبير تاني، طبعا في المعمل يعني تحت ظروفهم عايزين يوصلوا من التفاعل ده لسبب معين او لمنتج معين.
تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ان العناصر بتاعتنا لا اما نشطه لا اما خامله. وبفكركم ان العناصر الخامله خدناها في ترتيب العناصر جزيئات العناصر، وقلنا ان هم كام غاز خامل او كام عنصر خامل او كام عنصر نبيل. احنا ممكن نسمع كلمه عناصر نبيله او عناصر خامله، هي هي. اتفقنا ان هم 6 عناصر: هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادن. يبقى كل العناصر دي لما اجي اوزعها الكترونيا هلاقي المستوى الخارجي اخره كام؟ هيا سنه اولى 8 الكترونات ما عدا الهيليوم. ذره الهيليوم ذره صغيره زي الهيدروجين كده، هي اساسا عدد الذري بتاعها او عدد الكتروناتها 2 الكترون في مستوى الكي، يعني هي ما عندهاش غير مستوى طاقه، فهو الكي كده يعتبر مكتمل بالالكترونات، فبرضه هيبقى غاز نبيل او غاز خامل. احنا كده يا شباب خلصنا الجزء الخاص بالتوزيع الالكتروني، وهل الذره بتدخل في تفاعل كيميائي ولا لا. وعلى فكره احنا ممكن يجي لنا السؤال ازاي، يقول لي سؤال هل الذره نشطه ام خامله في عيني على المستوى الخارجي، او ممكن يسالني بطريقه تانية هل الذره دي هتدخل تفاعل كيميائي ولا ما تدخلش برضو عيني على المستوى الايه الخارجي. لقيته اقل من 8 يبقى اقول له ذره نشطه، اقول له ذره تدخل في التفاعلات الكيميائيه. لقيته 8 او 2 زي الهيليوم مثلا يبقى مكتمل، يبقى اعرف ان هو ذره خامله لا تدخل في التفاعلات الكيميائيه. تعالوا كده بقى مع بعض نراجع اسئله مهمه جدا مع بنك المعرفه علشان ناكد على معلوماتنا ونقفل الجزء ده، وايه ويبقى الدنيا بالنسبه لنا سهله جدا. اول سؤال معانا يا سنه اولى، تعالوا كده نشوف مع بعض الشاشه، بيقول لي ايه العدد الذري لذره العنصر ال يحتوي على 2 الكترونين. تعالوا كده مع بعض، بيقول لك العدد الذري لعنصر ما مستوى طاقته ال اللي عنده. معنى ان هو بيكلمني عن مستوى الطاقه ال يا شباب، يعني هو بيقول لي ايه، بيقول لي ان هو كمان ما دام عنده ال يبقى اكيد كمان عنده ايه كي. يعني انا لو هفترض ان العنصر بتاعي ده اكس، ما دام عنده ال يبقى عنده كي يا سنه اولى، صح؟ حلو قوي. انا عارفه اساسا ان الكي بيتشبع باتنين، اكيد الكي اتملى وبعدين هم راحوا يحطوا بقيه الالكترونات في ال. فهو بيقول لك ايه، خلي بالك مستوى الطاقه ال فيه 2 الكترون، يبقى العدد الذري للذره دي كام؟ بنعرف نجمع 2 و2 يبقوا كام؟ 4 الكترونات. برافو عليكم. يبقى احنا كده هنا الاجابه بتاعتي هتبقى 4 الكترونات اللي هو العدد الذري للذره دي. كده بقى احنا خلي بالكم انا ممكن تجيلي مساله كلاميه، مش دايما يديني كده ذره او توزيع او نواه ويقول لي وزعي، لا ده ممكن يديني كلام ومفروض ان انا افنط الكلام ده وافهمه عشان اعرف الايه العدد الذري والتوزيع. السؤال اللي بعديه، امامك عنصر حدد نشاطه الكيميائي مع التحليل مع التعليل عفوا. هنا مديني الذره، بيقول لي ذره المغنيسيوم 1224. هو التوزيع الالكتروني بقى ايه، بنوزع لتحت ولا فوق؟ احنا اتفقنا خلاص لما كنا على جلاس بورد بنوزع ال 12 العدد الذري لتحت. هنا موزعينها معانا كام؟ 2 8 2. تمام، انا عيني على ايه يا سنه اولى؟ عيني على المستوى الخارجي اخر مستوى، شايفين اللي هو الام في كام الكترون؟ 2. اقل من 8 ولا 8؟ ها اقل من 8، يبقى الذره دي ايه؟ برافو عليكم، الذره دي كده هتبقى ذره نشطه. يقول لك مع التعليل، خلي بالك كمل السؤال، يبقى اقول له العنصر ده عنصر نشط كيميائيا لعدم اكتمال مستوى الطاقه الخارجي له او لانه بيحتوي على اقل من 8 الكترونات. السؤال اللي بعده، ده بقى تدريب لذيذ قوي موجود على بنك المعرفه، احنا عاملينه لكم بصوره فيديو، جايب لك عناصر بيقول لك انت اسحب كل عنصر، تعالوا نشوف كده، اسحب كل عنصر وحطه مكانه. تعالوا نشوف العناصر والفيديو. والآن جاء دور التدريبات، قم بسحب العنصر الصحيح ووضعه في مكانه المناسب. السؤال الأول بيقول لي لا يحتوي على نيوترونات، هو مين اللي ما عندوش نيوترونات؟ برافو عليكم، الهيدروجين زي ما احنا شايفين. أحسن، لأنه واحد وواحد فما فيش إيه، في تساوي في العدد الذري والكتلي. السؤال الثاني، عدد كتل 12، يبقى أبص في العناصر اللي قدامي فوق، مين اللي عنده 12؟ جيد، الكربون. برافو. التوزيع الالكتروني 288، 288 يعني 18، يبقى مين العدد الذري 18؟ ها بصوا كده، عظيم، الارجون. تمام، التوزيع الالكتروني 282 يعني 12، يبقى بص على العدد اللي تحت ذري 12، مدهش، المغنيسيوم. واخيرا التوزيع الالكتروني 281 يعني 11، يبقى بص على اللي تحته، اداء رائع 11. ده تدريب لشيء عظيم. احنا كده ادخلوا على بنك المعرفة واعملوا فيه منه تدريب واثنين وثلاثة من التدريبات دي، بحيث ان انت تتأكدوا على التوزيع الالكتروني. تمام، السؤال بقى اللي جاي ده مسألة كلامية شكلها يخض شوية، بس احنا لو صنفناها كده او فنطناها هنلاقي الدنيا بسيطة خالص يا سنة اولى. بيقول لي ايه،
ذرة عنصر ما تتوزع إلكتروناته في ثلاث مستويات. يبقى احنا عرفنا هنا ان اول معلومة العنصر ده ثلاث مستويات، يعني اللي هما ايه؟ كي وال وام، يدور في مستوى الطاقة الخارجي اللي هو اخر عنصر خالص، اخر مستوى خالص، نصف عدد الكترونات مستوى الطاقة الاول. طب ما بالراحة كده، تعالوا نشوف كده. هو احنا عندنا الذرة، هفترض انها اكس، انا معرفش هي مين، بيقولي عندها ثلاث مستويات اهو، كي وال وام. الام الاخير ده اللي انا ممكن معرفوش، لكن خلاص بدام الام موجود يبقى الكي والال موجودين ومليانين متشبعين. الكي انا عارفه ان هو بيتميلي بكام، برافو، باتنين، والال بيتشبع بكام، اخره 8. الام ده بقى اللي لسه معرفوش، 2 و8 10. طب يا ترى الام فيه كام؟ ما هو مديني بيقول لي ايه، مستوى الطاقه الخارجي نصف عدد الكتروناته اللي هو النص الموجود في مستوى الطاقه الاول. مستوى الطاقه الاول اللي هو قصده ايه؟ على ايه يا شباب؟ على الكي. الكي فيه 2، نص الاتنين كام؟ 1. يعني بيقول لي خلي بالك مستوى الطاقة ام فيه الكترون. سهل كده اعرف كل حاجة عن الذرة. الذرة كده بقت 2 8 1، 2 و8 10 1 11. ده احنا كده عرفنا حاجات كتير قوي عن الذرة. تعالوا كده بقى نكمل ونشوف. طالب مني ايه؟ بيقول لي اوجد العدد الذري والعدد الكتلي للذرة. سهل ان احنا نعملها، خلاص احنا وزعناها اهو، كي ال ام 2 8 1. 2 8 1 العدد الذري هو عدد الالكترونات المتوزعه قدامي، هو عدد البروتونات. يبقى العدد الذري اول حاجه هجيبها 11. طب تاني حاجه بيقول لي خلي بالك فوق، نرجع تاني للمساله، عدد نيوترونات الذره دي بيزيد عن عدد البروتونات بمقدار 1. صحيح، هو احنا اتفقنا العدد الذري وعدد الالكترونات وعدد البروتونات يا سنه اولى كلهم حاجه واحده. بما ان العدد الذري 11 يبقى عدد الالكترونات 11 وعدد البروتونات 11. انا عارفه ان البروتونات 11، بيقول لك خلي بالك النيوترونات بيزيد عن البروتونات بواحد، يعني هتحط على ال 11 واحد، يبقى النيوترونات كام؟ 12. برافو عليكم. طب انا عندي البروتونات وعندي النيوترونات، سهل ان انا اجيب العدد الذري؟ سهل جدا طبعا، بفكركم العدد الكتلي مجموع البروتونات والنيوترونات، يبقى هقول له 11 زائد 12 بيساوي 23. طالب مني ايه تاني؟ بيسالني في المسألة هو مستوى الطاقة الام في كام الكترون؟ تعالوا كده نرجع تاني للتوزيع اللي احنا كنا عاملينه، 2 8 1. الام اهو شايفين في الكترون واحد بس، يبقى هقول له عدد الكترونات مستوى الطاقة الام في الكترون. السؤال البديهي، السؤال البديهي تاني، هي العنصر ده نشط ولا مش نشط؟ نشط. او ممكن يقول لي هل الذرة دي هتدخل في التفاعلات الكيميائية ولا مش هتدخل؟ عيني على المستوى الاخير، 1 الكترون يعني اقل من 8، يبقى هقول له الذرة او العنصر ده بيدخل في التفاعلات الكيميائية لانه عنصر نشط، لان مستوى الطاقة الاخير اقل من 8 الكترونات. اخر حاجة بقى طالبها مني في السؤال ده يا سنة اولى، ارسم او اكتب الرسم التخطيطي للذره. افتكروا ما كنا على الجلاس بورد قلت الرسم التخطيطي ان انا بعمل ايه؟ بعمل النواه وبعمل حواليها عدد الالكترونات اللي هو 2 8 1. تعالوا نشوف كده اهو، تعالوا نشوف الذره. الصوديوم اول مستوى ال كي فيه 2 الكترون، المستوى الثاني عدوا كده معانا 8 الكترونات، والمستوى الاخير الكترون واحد. احنا كده حلينا المساله. يبقى نخلي بالنا لو المساله كلاميه محتاجين بس ناخدها حته جزء جزء كده، واول ما نعرف التوزيع الالكتروني هتلاقي خلاص بقيه المساله كلها اتحلت. احنا كده النهارده اتكلمنا عن قواعد التوزيع الالكتروني وعملناها بشكل تطبيقي، وعرفت الذرات ازاي اعرف اذا كانت نشطه ولا خامله. كده خلصنا يا سنه اولى الدرس الثالث والاخير في الوحده الاولى، وباذن الله من الحلقات الجديده هندخل بقى في وحده جديده بتتكلم عن الطاقه ومصادرها والطاقه الحراريه الى اخره. فاتمنى ان انتوا تراجعوا تاني وتخشوا على بنك المعرفه وتحلوا اسئله كتير على الوحده الاولى عشان ندخل كده الوحده الثانيه واحنا مطمنين عليكم. والى اللقاء في حلقه جديده من ماده العلوم ان شاء الله.